العربية هي منبر عربي مهم جدا، وقناة يتابعونها السعوديين والعرب بشكل مكثف، ونعتقد أنها رسالتنا سوف تصل للسعوديين والعالم العربي من خلال هذا المنبر. بعد الإعلان وفي اللقاء، توقعنا نتحقق ما يزيد عن 1.5 تريليون ريال إذا استهدفنا هال 70 بند. الرؤية هي ما فيها شيء تكنيكال ولا فيها برامج تنفيذية، هي فيجن. في رؤيتها لعام 2030 تؤمن السعودية بأن ثروتها الحقيقية تكمن في مجتمعها وأفرادها. نتكلم احنا عن الإيرادات غير النفطية، بنصل إلى ما يزيد على 600 مليار ريال، 500 مليار ريال أو أكثر في 2020. 2030 سوف نصل إلى 1 تريليون ريال سعودي. بهذه الرؤى قد وضعنا الاقتصاد السعودي خطوة على الطريق الصحيح. حماية للاقتصاد من ناحية القدرة الحكومية على تخلق إيرادات لا تتأثر بسعر النفط. لدينا فرصة ننتقل إلى جيل جديد من طريقة الحياة، من المدن، من التقنيات، فكل عناصر النجاح موجودة. خلق شيء عظيم وشيء جديد، وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي. الفرق الذي سوف يكون في نيوم كزون وكالمدينة سوف تكون في داخل نيوم مثل الفرق بين هذا الهاتف وبين هذا الهاتف. نيوم وجهة المستقبل، مشروع جديد أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو المشروع الأول من نوعه عالميا والمستثمرون شركاء في صياغات أنظمته. الدولة تريد أن تنوع الاقتصاد. هذا المشروع يستهدف 9 قطاعات اقتصادية. ما زالت بكرا تنتظر خطاب ودها من المستثمرين. خالد العمري، العربية. كيف يجب النظر إلى هذا المشروع العملاق؟ قيادة سمو ولي العهد طرحت مشروع حديث تماما في نوعه. كيف سيؤثر مشروع نيوم على وضع المملكة إقليميا وسياسيا؟ هذا ليس فقط مشروع اقتصادي وليس فقط مشروع تنموي، بل مشروع حضاري يدمج مجتمعات عدة. جبال، وديان، سهول، شواطئ، شعب، جزر. الإرادة السياسية القوية والرغبة والإرادة الشعبية القوية.